مبروك للمغرب، ماليا المغرب. اذا يوم الاحد المباراه على الساعه 10 بتوقيت الدوحه. نرحب بالكابتن هشام جدران مدرب نادي الشباب. مبروك للمغرب. الله يخليك. مبروك المغرب، يستحق كل الشكر وكل التقدير وكل الاحترام. المغرب ومدربه اللي حكينا عليه في الحلقه السابقه حسين عموده. كلمه على المغرب. اولا اخي هشام، شكرا جزيلا على الاستضافه في هذا البرنامج المميز. صراحه تشرفني ويسعدني نكون مع الاخوان. المغرب اليوم اقنع وامتع وابدع ويستحق الانتصار. كان حاضرا بقيمته وكرته وبفلسفته، صراحة أعجبني كثيرا، لأن كما رسم خطته وكرته التي رأيناها اليوم هو الاستمتاع والاستلام بالضبط الكرة المغربية، فكان حاضرا صراحة خلال 90 دقيقة. كان حاضرا بفكره، بترتيبه، بهدوئه، واصطياد اخطاء فريق الكاميروني الذي تفاجات كثيرا. لم يكن حاضرا ولم يكن ابدا ندا قويا للفريق المغربي. نعم، بكل صراحه المغرب يستحق الوصول الى النهائي. اذا ما كانش حاضر اموره ممتاز صراحه. الله كنا نخاف من هذه المقابله، لانه فريق هو المقيم وهو الذي صراحه ينظم الدور، فالمغرب يستحق. مبروك للمغرب ومبروك لعموته، ونتمنى الفوز ان شاء الله في المقابلة. ان شاء الله الفوز ولا شيء غير الفوز. الله على روعه التحيل في الكره الماضيه. العالم للأندية بالتحيل، والأهلي أهلي بطل إفريقيا مع التحيل القطري. يعني مباراة، أولا هي مباراة خلينا تاريخها، لقيت في طيب، فبالتالي يكون خصم أسهل للفريق المقابل. إلى التحيل، إلى والتعرف على التحيل وتحذيراته كيف يدخل. نادي التحيل القطري واحد من التي شق طريقها بثبات في التحيل، والتحيل يقابل فتحي الأهلي. بالطبع هشام، بين فريق مثل الأهلي اللي عنده تاريخ وصنع التاريخ، ومع التحيل الذي يريد أن يدخل التاريخ، مقابلة تبدو مبدئيا وأنها ربما تتجه أكثر نحو الأهلي نظرا الموعد الاستثنائي والحدث الاستثنائي هو كأس العالم للأندية، وبالتالي التحيل عنده من الإمكانيات، عنده خط هجوم تاريخي أنا نعتبره أنه على 90 دقيقة في موعد استثنائي. هذا يجرنا إلى حديث طويل.